اهلا بحضراتكم مره ثانيه الحقيقه يمكن خبر لسه يعني من لحظات حضراتكم عارفين ان احنا شغالين الماتشات بتاعه اليورو شغاله ودلوقتي ماتش الدنمارك وفنلندا ويمكن كنت هرجع اتكلم مع كابتن احمد فوزي ضفنا في السادسه طبعا على ماتشات اليورو النهارده لكن الخبر العاجل انه كريستيان اريكسن طبعا نجم المنتخب الدنماركي والنجم الشهير لاعب الانتر وتوتنهام السابق وهو في اثناء المباراه اصيب ووقع يمكن زي ما حضراتكم شايفين لقطات التفاصيل اللي جات لنا او الخبر اللي جانا ان هو بلع لسانه وما زالت لغايه اللحظه اللحظات اللي بكلم حضراتكم فيها دي المباراه متوقفه حاله توتر شديده جدا في الملعب زمايلي بيبلغوني ان المباراه صدر قرار بتاجيلها حالا دلوقتي كان فاضل فيها او متبقي في المواجهه شوط كامل وتم الغاء المباراه وتأجلت وبعض الاخبار اللي وردت لنا برضو بتقول انه اللاعب اصيب بسكته قلبيه <applause> طبعا واحد من اهم نجوم الكره في الفتره الاخيره على المستوى العالمي بس على مستوى الدنمارك دي طبعا لقطات الصدمه على وجوه لاعيبه الدنمارك بعد اصابه اريكسن طبعا واحد من اهم اللاعبين في السكواد بتاع الدنمارك في البطوله نتمنى له الشفاء طبعا بصرف النظر عن مشاركته في البطوله من عدمه ما اعتقدش انه في الحالات اللي زي دي يعني فكره عوده لعيب مهما كان تاثيره بتبقى بالدرجه بنفس درجه الاهميه من ان احنا نتمنى له طبعا سرعه الشفاء حوادث الملاعب بقت مش عارف يعني هل ما كناش عشان الميديا او الـ او الـ يعني تكنولوجيا الاتصالات على درايه لكن بتهالي كترت قوي في الفترات الاخيره كابتن احمد اكيد اتمنى السلامه للجميع ربنا طبعا يشفيه فيه وعافيه الله طبعا. أعلم بقى كتير اللي انا شايفه ده هم بلع لسانه وكانوا بيحاولوا يطلعوا لسانه عشان ياخد نفسه بس انت آه. بتقول سكتة قلبيه فلو سكتة قلبيه نعم هو ده. مات يبقى هو مات في وقتها خلاص والماتش عشان كده احنا مش عارفين لسه تطورات الحاله ايه بس آه. هو الماتش تم تم الغاء الشوط الثاني خلاص تم الغاء يبقى ربنا يرحمه آه. يعني آه. ربنا يرحم الجميع الله يعني يا ريت لو في اي تفاصيل قالت لنا يا ريت برده هنتابع مع حضراتكم زيادة طبعا زياده الضغط العصبي مع الالتحامات القويه جدا اللي بقت مسموحه من الفيفا م. مع الاحمال البدنيه العاليه ساعات بتاثر بالسلب على اللاعبين ولكن لو كانت سكتة قلبيه قضاء الله وقدره و... و... يعني حتى الان غير مؤكده ازمه قلبيه او بلع اللسان يعني في الحالتين طبعا هو المباراه تم الغائها واعتقد وهو على الارض الصوره اللي جت على الارض أوه. لا هو هو فعلا بلع لسانه بلع لسان وبيحاولوا يخرجوا لسانه بره بس اعتقد انه فتح طالما فتح بقه يبقى اكيد خرجوا لسانه لان المفروض أوه. لما بتبلع لسانك الفك السفلي الفك السفلي بيقفش على الفك العلوي وبيخلي لسانك مقلوب فانت بتضطر ان انت بت... في حته هنا كده بتطلع فكك السفلي لقدام وبعدين تشده تحت جامد وبعدين أيوة. تجيب حاجه تسحب فيها اللسان فهو هنا فتح بقه طالما فتح بقه انا اعتقد والله اعلم حتى بص حاطط المسعف حاطط ايده في الحته اللي انا بقول لحضرتك عليها, عليها أيوة. ايوه اللي هي الحته الفرق ما بين الفكين الفك الاول والفك اللي فوق واللي تحت فانت لما بتدوس على الحته دي غصب عنك بيبقى فيه لوك لما بتدوس على الحته دي اللوك بتفتح. بيفتح فغصب عنك بقك بينزل تقدر تاخد اللسان تطلعه بره فانا اعتقد ان شاء الله ان شاء الله يا رب يكون بلع لسانه ان شاء الله كده بالصوره دي, بلع دي ان شاء الله دي اصابه انا لحو. عمري ما سمعت عنها ولا شفتها غير في ملاعب كره القدم أه يعني عمري ما شفتها قبل كده أو سمعت عنها في اي رياضه ثانيه مهما كان فيها الاحتكاك او الحمل البدني قوي او عنيف طيب أه البلع اللسان هي القصه كلها ان اللسان بيبقى طالع لبره انت بتاخد نفسك عادي جدا أه اللهاه اللي هي الف... الفيصل ما بين ال ال انت بتتكلمني كدكتور دلوقتي دكتور. مش كلاعب كوره آه. آه. اه ماشي أي. اللوها واللسان الفرق ال... سوري المناخير وال... وال... واللسان الاثنين بتاخد النفس من من الناحيتين دول في حته اسمها اللوها م. اللوها دي مسؤوله عن تغيير التنفس والاكل تمام. تمام دي شغاله على طول طيب انت بتاخد نفسك عادي جدا فتيجي تطلع فوق وتنزل بتنزل على راسك ايه اللي بيحصل؟ لسانك بيتلف لسانك بيلف حو... بيلف مم. اللسان ده يعني عشان يلف بيقفل المدخل بتاع الهواء من هنا بس الطبيعي ان انت تنفس مناخيرك لا ده انت هو بيقفل المجرى اللي شغال من مناخيرك ومن بوقك أوه. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده الفك هنا بي... في... في فك سفلي وفك علوي طبيعي انت الفكين بيشتغلوا مع بعض تمام اللي بيحصل ان الفك السفلي بيقفل على العلوي واللسان مخنوق في النص فانت بالظبط عامل كانك عارف جايب حته كده وقفل عليها تمام طب تعمل ايه لازم تفتح الفكين الاول اه وبعدين تاخد اللسان تلفه الوضع الطبيعي عشان يبتدي التنفس يخش ففي هنا في لوك اللوك ده اللي بيحصل ده ده اللوك اللي بيحصل ما بين الفكين تبتدي تضغط على اللوك ده دي حاجه عامه عشان لو حصلت لاي حد ايوه, تبتدي أيوة طبعا تبتدي أوه. تدوس على اللوك ده وتسحب الفك لتحت فيبتدي يتفتح وعلى طول تجيب اي حاجه يبقى في في الحته اللي فيها العظمتين بالظبط هو بص اللي هو ايه ملتقى ملتقى الفكين مع بعض ملتقى الفكين مع, مع بعض لما فيهم حته بتعمل في ناس كتير ساعات لو ما بتاخد نفسها, نفسها رايح تقعد تعملها كده شايف دي دي بقى لما تيجي تعمل كده الملتقى ده بيبان اه لما اللسان يقف لما اللسان يلف بيحصل لوكينج اه لوكينج فانت عشان تعمل لوكينج لازم, لازم تدوس لازم هنا كده يا وتنزل الفك لتحت وتجيب اي حاجه ان شاء الله تجيب حديده معلقه اي حاجه تحطها عشان تعمل بس الاول مجرى تنفس عقبال ما تلف اللسان تمام فهو طبعا الحاجات دي سلامة للجميع اه يا رب ما ان شاء الله ما حدش يشوفها ولكن لازم الناس تبقى عارفاها كويس طب مناسبه ده. السلامه للجميع ويمكن ده درس الحقيقه درس في توقيت مهم جدا سواء للانديه او لمنتخباتنا ان شاء الله باذن الله عندنا كتير من اللقاءات الدوليه على مستوى الانديه المصريه طبعا الاهلي وبيراميدز اللي ما زالوا مكملين في مشوار افريقيا وعندنا على مستوى المنتخب الاولمبي بطولة أولمبياد طوكيو وعندنا على مستوى المنتخب الأول طبعا تصفيات كاس عالم وبطولة أفريقيا بالتالي حجم المشاركات الخارجية في الفترة الجاية بالنسبة للعيبة المصرية كتير النهاردة خليني أقول لحضراتكم كنت لسه بكلمكم بكرة إن شاء الله كوبا أمريكا تبتدي كان مفترض أنه البرازيل تلعب مع فنزويلا الخبر اللي جالنا برضو دلوقتي على الهواء انه لاعبي فنزويلا او منتخب فنزويلا تم اكتشاف اصابه 12 لاعب من لاعبته بفيروس كورونا وبالتالي اعتقد هيواجه صعوبه كبيرة جدا في مشاركته في البطولة مش بس في مباراة البرازيل وده يعني انا مش عايز اقول بقى افكركم بمنتخب الشباب واللي حصل وكده بس احنا مش حمل انه يصاب اي حد من لعبتنا ولادنا طبعا السلامه للجميع قبل ما اتكلم عن الرياضه يعني اتمنى انه كله طبعا يبقى سليم ومعافى لكن ما, ما نريد التاكيد عليه هو فكره الاجراءات الوقائيه والاحترازيه في اي مناسبه كنا بنلعب ماتش ودي كنا مسافرين بره كنا كان حد جاي لنا جوه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه في منتهى 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 الاهميه ولا قدر الله من ما نستحملش انه فريق مصري منتخب كان شباب او كبير او نادي مصري يحرم من لاعبيه قبل المشاركه في لقاءات مهمه تمام. هسالك بقى عدي سريعا عشان عايز انقل معاك على اليورو وهتكلم معاك كمان على المنتخب الاولمبي اكيد تابعته مع جنوب افريقيا الترجي رايك في ايه السنه دي الترجي فرقة مميزة جدا هجوميا ضعيفة دفاعيا دي وجهة نظري يعني ممكن الناس ما تتفقش معايا بس أنا بقولك يا فرقة من